السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير، وانتم تتشاهدوا هذا الفيديو نتمنى نلقاكم في احسن الظروف وبصحه جيده. اليوم خوتي غنشارك معكم واحد لطخت دان اللي تجي زوينه بزاف والطريقه سهله. هنا عندي النواشف 90 غرام ديال اللوز مطحون مع 90 غرام ديال السكر كلاصي و 20 غرام ديال الفرينه. وهنا خديت 3 ديال البيضات اللي غادي نفرقهم. غادي ندير البيض بوحدو والصفر بوحدو. صراحة تتنجح 100% هاد لاطاخت هادي وتتجي لذيذة بزاف. وهنا في فرنسا تيديروها في المطاعم ديسير هكا وتتباع غالية الصراحة، والدراري تتعجبهم. هنا غادي نطرب هاد البيض ديال البيض مع 35 غرام ديال السكر سنيده باش نطلع على موغانغ ديالي. والطريقه سهله صراحه، ما تحبسوش من التطراب باش تنجح معكم 100%. تعمدت نخلي لكم لي زيتاب كامله. هنا غنزيد داك النواشف فوق لاموغانغ. هنا انا غربلته لان جبرت سكر كلاصي في واحد الحبيبات صغارين غادي يضيعوا لي لا جينواز. وتخلطوا من تحت للفوق. هنا زدت داكشي اللي بقى وخلطت مزيان. وهاد لاطاخت عفوا هاد لا جينواز هادي تتنجح 100%. وهنا خديت هاد القالب ديالي اللي كيكون داير ودرت ليه بابي كويسون من التحت باش ما تلصقش لا جينواز. وغادي نقد هاد الخليط هذا مزيان. وندخلوا الفران لمدة 5 دقائق حتى 7 دقائق تطيب دغية. هنا غادي ندوز ندير الكريمة ديالي. خديت كاسرونة ودرت فيها 250 غرام ديال الحليب، واحد الفاني، وخمسة ديال الشوكولا ديال الدان، ونحطها فوق النار باش تذوب لي الشوكولا. وانا تنحرك. هنا داك الصفر ديال البيض غادي نخلطو مزيان مع 60 غرام ديال سكر سنيدة و 25 غرام ديال مايزينا. هنا حطيت داك اصفار البيض مع المايزينا والسكر فوق داك الحليب والشوكولا والفاني، وانا تنخلط. وهنا غادي نزيد واحد 20 غرام ديال الزبده. نخلط مزيان حتى تعقد معايا على الشكل هذا، وندخلها للفريغو تبرد. هنا خديت 100 غرام ديال الزبده
وغادي نطربها مزيان. خصكم تخرجوها من الثلاجه من قبل، لان انا جبرت هنا واحد شويه ديال الصعوبه ما خرجتهاش من قبل. وزدت عليها داك الكريمه اللي كانت في الثلاجه، خصها تكون بارده. وطربوا مزيان باش تنسجم داك الزبدة مع الكريمة. هنا غادي ناخد الجينواز ديالي غنخليها في الإطار ديالها، ونحط داك الكريمة من الفوق لا جينواز. وتقادوا مزيان. وهنا لو شوكولا اودان اللي خديت 10 ديال الحبات وقطعتهم طريفات صغار هكا، وتحطوهم فوق الكريمه ديالكم على هذا الشكل هذا، وتقادوهم مزيان. هذا هو السر ديال هذه لاطاخت، هذه داكشي علاش سميتها لاطاخت اودان. وهنا خديت كاسرونه ودوبت فيها 100 غرام ديال الشوكولا مع 100 غرام ديال كريم فريش، وحطيتها من الفوق وغتقادو مزيان وتدخلوها للثلاجة تبرد نورمالمون ليلة كاملة. وإنما أنا زربت عليها على حساب وليداتي بغاو ياكلوها، وجات لذيذة بزاف. نتمنى تجربوها ونتمنى تشجعوني. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى الفيديو الجاي إن شاء الله. مع السلامة.